برعاية وزير المال علي حسن خليل، تم تدشين المكاتب الجديدة لمديرية الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، والتي أقيمت بالتعاون بين وزارة الأشغال وإدارة الجمارك وشركة طيران الشرق الأوسط. خليل أكد أن كل الثغرات ستنتفي مع الانتقال إلى المبنى الجديد بعد أن كانت بعض الأبواب مشرعة أمام المخالفات، مؤكدا وجود إجراءات جديدة لتفعيل الرقابة ومحاسبة المخالفين. رغم الظروف السياسية المعقدة ورغم تعطيل عمل المؤسسات الدستورية الذي نشدد مجددا على الخروج منه وعلى عدم الوقوع تكرارا في فخه بتعطيل آخر المؤسسات العاملة في لبنان، نقول أن هناك أمل لدى اللبنانيين عندما يرون أن التطوير في إدارة من الإدارات هو قائم بفعل إرادة القيمين والمسؤولين على هذا القطاع. أقول أننا في وزارة المالية سنرفع خلال 48 ساعة المقبلة مشروع موازنة سنة 2016 إلى الحكومة، وهذا ما يرتب على هذه الحكومة رغم المشاكل التي تعانيها أن تبادر فوراً إلى عقد جلسات متلاحقة من أجل إقرار هذه الموازنة في المواقيت الدستورية المحددة ليتسنى لنا إقرارها بأي شكل دستوري يسمح لنا. بدوره شدد زعيتر على توفير كل التقنيات لمراقبة وكشف كل ما هو غير مشروع لتهريبه أو إدخاله إلى لبنان. نحن بدأنا بسور المطار، أعطينا أمر المباشرة، بدأنا بموضوع الحقائب أيضا والكشف عليها، وسنستمر في توفير التجهيزات الأمنية التي كانت مطلوبة. نأمل أن نحد مستقبلا وفي المستقبل القريب من كل العمليات غير المشروعة في مطار رفيق الحريري وفي كل المرافق أو المواقع الحدودية اللبنانية برا وبحرا وجوا أيضا. ونوه الحاضرون بأهمية هذا المشروع في تفعيل عمل إدارة الجمارك في المطار وتأمين المتطلبات ليتلائم المطار مع ظروف الشحن الدولي.